أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. إن النبي محمدا إن النبي محمدا بلغ العلا بكماله وهو الذي دون الورى وهو الذي دون الورى كشف الدجى بجماله والله أحسن خلقه حسنت جميع خصاله يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله. لا لا تقل بلغ العلا بكماله بل لا تقل كشف الدجى بجماله لا تقل بلغ العلا بكماله بل لا تقل كشف الدجى بجماله إن العلا بلغ الكمال بأحمد لا تقل بلغ العلا بكماله بل لا تقل كشف الدجى بجماله إن العلا بلغ الكمال بأحمد بل ذا الوجود بدا بنور جماله يا من ذكرت محمدا أقصر فلم تبلغ لوصف خصاله بجلاله إذ ليس بالإمكان وصف محمد بل ليس بالإمكان حصر خصاله. رجب شهر رشاد للعباد وبه قد ولد المولى جواد أشرقت أنواره في رجبي أشرقت أنواره في رجبي ولقد عمت نواحي يثربي تاسع الأعلام من آل النبي آية في الماء مولانا الجواد.
ظهرت في المهدي منه المعجزات، مثل عيسى ناطقا بالبينات. كم قرانا وسمعنا بركات ظهرت من كف مولانا الجواد، كابن ميمون الذي زار الإمام، كابن ميمون الذي زار الإمام بعد أن ودع للبيت الحرام مذرى غرته وابدى السلام، وبه رحب مولانا الجواد قائلا عيناك ما حالهما؟ قال يا مولا يصيبا بالعمى وأنا ضيفك يا ابن الكرماء. عندها شفا مولانا الجواد. أفضل الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، أصلي وسلم عليه. جاء في الرواية عن سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار. صدق سيدنا ومقتدان ابن رسول الله محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير وأيامكم سعيدة، وعادنا الله وإياكم على مثل هذه الليالي والأيام في خير وعافية وسلام وأمان بحق محمد وآله الكرام صلواته عليه وعليهم أجمعين. اختيار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا التشبيه للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بموسى بن عمران بفالق البحار، هذا له خصوصية، هذا له عناية. وإلا قدير الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هم قدير أن يقول قد ولد لي شبيه موسى بن عمران بس ويسكت، ما يبين وجه الشبه الذي يكون بين موسى بن عمران وبين الإمام الجواد. ما يحتاج يقول فالق البحار مثلا. شوف الإمام يخصص ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، يعني استخدم هذا التشبيه في من؟ في الإمام الجواد صلوات الله وسلامه. شنو الغاية من ذلك؟ شنو الغاية من استخدام هذا التشبيه؟ ما كان على إطلاق، ما قال ولد لي شبيه موسى بن عمران وسكت، ويخصص بهذا فالق البحار. شنو الغرض من هذا التشبيه؟ لما نقف على هذا الأمر، يعني حتى نقف بشيء واضح، لابد أن نرجع إلى قضية نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. نبي الله موسى لما أراد أن يحافظ على من تبقى ممن آمنوا به، خرج من عند فرعون ومضى نحو البحر من شان أنه يحافظ على من بقي ممن آمنوا بنبي الله موسى. هو فرار، هو فرار إلى الله سبحانه وتعالى بدينهم حتى لا يقتل،
حتى لا هم توأد قضية نبي الله موسى، دين نبي الله موسى لا زال هو حديث عهد. فحتى يحافظ على هؤلاء خرج من عند فرعون، وانتشر خبر بأن فرعون بأن موسى مضى نحو البحر، فأمر فرعون أن يلاحقوا نبي الله موسى، إلى أن وصلوا إلى نبي الله موسى وهو متوجه إلى البحر. فمن كان مع نبي الله موسى، من كان مع نبي الله موسى ظن بأنه قد هزم، خلاص بعد جيش فرعون وصل إليه وما أمامهم إلا البحر، وعلى ذلك هم بعد يقتل هم من جهة أخرى جماعة فرعون ظنوا بأنهم ظفروا بنبي الله موسى ومن كان معه، لأن أمامهم البحر وهم من خلفهم. خلص. فنبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه في هذه اللحظة التي كان من مع نبي الله موسى في حالة خوف أنهم يقتلوا وتؤذ قضية نبي الله موسى، دين نبي الله موسى، هني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن يضرب بعصاه البحر، وضرب البحر وانفلق البحر ومر نبي الله موسى ومر من كان من فرعون من كان مع فرعون. وفرعون على كل حال هني كانت اللحظة الحاسمة، يعني هذه كانت من اللحظات التي إذا لم هني يتدخل الشيء الغيبي يتدخل الإعجاز بعد ذولا يموتوا وتؤد قضية نبي الله موسى، ينتهي الدين، أو أن الله سبحانه وتعالى يظهر الإعجاز. ثوين في هذه اللحظة، فأظهر الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة هذا المعجز في اللحظة المناسبة في آخر اللحظات. لما يقول الإمام الرضا قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، شوف هذا التشبيه بفالق البحار، إذ أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في اللحظات الأخيرة في اللحظات الحاسمة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أظهر الله سبحانه وتعالى. شلون الإمام الرضا بعد الأربعين، إلى بعد الأربعين ما رزق بمولود، قارب الخمسين ولم يرزق بولد، ما رزق بذرية. فش سووا الواقفية؟ الواقفية استخدموا، الواقفية هم من أول وقفوا على إمامة الإمام الكاظم، لكن هم استخدموا هذا الأمر في مصلحتهم، استخدموا هذا الأمر في مصلحتهم. ولهذا الحسن بن قيامة، وهذا من أسس من أسس الواقفية، يقول دخلت بعد استئذان من قضية مع صفوان بن يحيى، يقول إلى أن دخلت على أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه. شوف هذا كان من ضمن ما احتجوا به الواقفية. فدخل الحسن بن قيامة اختصارا، قال له أنت إمام؟ قال له بلى. قال له إني أشهد الله أنك لست بي. الحسن بن قيامة يقول إلى الإمام الرضا، في تفاصيل الرواية يقول فطأطأ برأسه صلوات الله وسلامه عليه وصار ينكث في الأرض، ثم رفع رأسه قال له أنت لما قلت أني لست بإمام؟ قال لما رويت عن الصادق، لما وصل إلينا عن روايات عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام يكون له عقب، من شروط الإمام هم يكون له عقب، أنت ما هذا ما ثبت لك يا ليس لك عقب إلى هذه الساعة، جاوز الأربعين إلى هذه الساعة ما لك عقب، وهذه دلالة على بطنان إمامتك. فلو كانت الإمامة فيك لهم كان لك عقب من بعد، لكن لما لم يكن لك عقب وجاءت روايات من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكانت بكثرة، أما تسلم عليه الشيعة فهذا يبطل إمامتك يا أبا الحسن، وهذا واقفي. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بين، قال لا تمر الليالي والأيام إلا ويرزقني الله سبحانه وتعالى بولد يبطل ما أنتم فيه. على كل حال يقول صفوان بن يحيى يقول مرت الأيام ما أكملت السنة إلا وقد رزقه الله بالمولى الجواد صلوات الله وسلامه.
هذا الأمر، هذا الأمر في آخر حياة الإمام الرضا. خلاص جزء كبير من الشيعة، جزء حتى مو من الواقفية، حتى من الشيعة، بل من كبار رجالات الشيعة، كبار رجالات الشيعة كان من أمرهم هذا الأمر. البعض يدخل على الإمام صلوات الله وسلامه على ابن بزير، هذا من يعني إذا يذكر أصحاب الإمام الرضا هو يذكر في طليعتهم في أولهم، هذا هم يدخل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أصحاب الإمام ومن كبار أصحاب الإمام. يقول لي ابن رسول الله أو تكون الإمامة في عن؟ قال لا، قال لا تكون في خال؟ قال لا، لا قال لا تكون في ابن أخ؟ قال لا، لا قال إذن في ماذا تكون؟ في أخ عفواً؟ قال لا، لا فإن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين. قال لا إذن في من تكون من بعدك؟ وهذا من أصحاب الإمام. قال لا في ولدي، ما تمر الأيام إلا ويرزقني الله سبحانه وتعالى بولد ذكر. وصار يفصل إلى موضوع أمر الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. فنشوف الأمر تفشى حتى في أصحاب الإمام، يعني مو فقط هي مذهب واقفي وانتهى الأمر، حتى أصحاب الإمام الفكرة هذه وصلت إليه. فلما الإمام الرضا لما ولد له الإمام الجواد قال قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، استعمال لهذا التشبيه في هذا الموطن، لأن في آخر اللحظات ذول اللي ظنوا من كان مع نبي الله موسى أنهم يهلكوا، من كان مع فرعون ظنوا أنهم ينتصرون، هم كذلك الواقفية ظنوا أنهم ينتصرون، الشيعة ظنوا أنهم سينهزموا، في آخر اللحظات الله سبحانه وتعالى أظهر الإعجاز في الإمام الجواد صلوات الله وسلامه. وجاء الإمام الجواد بأبي وأمي وأظهر الإعجاز هو بنفسه، أظهر الإعجاز هو بنفسه صلوات على محمد وآل محمد. فأظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه قضية إعجازه هو بنفسه، هو بذاته. وهذا ما ينقله ابن شهراشوب وشيخ القمي، شيخ الكليني قدس الله أنفاسهم. يقول جاء الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه جماعة من نواحي ودخلوا على الإمام الجواد. شوف الرواية هي مختصرة لكن ما فيها من نقاش، ما فيها من كلام. يقول فسألوه عن 30,000 مسألة فأجابهم في مجلس واحد، وله من العمر 7 سنين. شيخ الكلين يقول وله من العمر 10 سنين. استاذ صلوات الله وسلم اللهم صل وسلم على محمد. شو هني البعض لما يقف على هذا الخبر، البعض هني يستنكر. شوف الإمام أظهر إمامته، يعني فضلا ثبت إمامة الإمام الرضا، وهم أظهر إمامته، بيّن إمامته هو الإمام الجواد وهو في هذا العمر. يقول وكان له من العمر 7 سنين أو 10 سنين. البعض لما يقف على هذا الأمر ما يتقبل، شنو 10 سنين، شنو 7 سنين؟ مقتضى الأمر الطبيعي ما يمكن أصلاً طفل أن يدرك هذا الأمر، مسائل و30,000 مسألة، ويا الله على 10 مسائل. شوف الإنسان لما يتعامل معه هذه الشخصيات تعامل عادي بيوصل إلى النتيجة، مثل قضية الدجاج قتلهم في مال الشبد. عمره 7 سنين يجيب عن هذا الأمر، ما ممكن. هذا من جهة. أضف إلى ذلك من جهة الزمان لا يتسع. إذا 30,000 مسألة، أقل القليل إيش قد تأخذ المسألة؟ أقل القليل يا الله دقيقة، يعني 30,000 دقيقة، يعني ما يقارب شهر. اليوم في 24، يعني يحتاج إلى 1,200 وما أدري إيش قد، يعني ما يقارب شهر زمان يحتاج متواصل حتى يجيب عن هذه الأسئلة. شوف لما يتعامل الإنسان بالحسابات بهالكيفية مع هذه الشخصيات
بيوصل إلى النتيجة. ولو كان جاوب بنعم أو لا، لو قال نعم لا في كل مسألة يسألوا قال نعم يسألوا لا، سؤال الجواب شقد أخذ؟ ثانية نعم لا ثانية، لكن السؤال سؤال هم يطول لعله. ولهذا البعض يقول أنا ما ممكن أن أقف على هذا الخبر وأصدق، يقول لا بل هذا الخبر هذا الخبر هو من الأخبار اللي ما يمكن رفع اليد عنها أصلا، ما يمكن رفع اليد عنها. لما؟ هذا مما يدلل على إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه. وأنا أذكر بعض الأمور وأرجو الإصغاء إلى آخر أمر وأختم به. العلماء قدس الله وأنفاس الماضين وحفظ الله الباقين ذكروا وجوه، يعني ذكروا وجوه لتعقل حتى يتعقلوا الأمر، ذكروا يتعقل الأمر الناس والمخالف يقول هذا ما ممكن، يعني بغض النظر عن المعجز قضية الإعجاز إذا جينا للأمر الطبيعي لا يمكن. شنو المشكل في ذلك؟ مما ذكره مثلا شيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكية لما تقول 30,000 سؤال في هذا الوقت في مجلس واحد هذا ما ممكن. قل لا ممكن ممكن شيخ المجلس تفضل. شلون يمكن؟ قال وجه من وجوه تعقل هذا الجواب أنه ممكن، مثله مثل ما كان إذا كان الاعتراض. شنو الاعتراض؟ كونه ابن 7 سنين، ابن 7 سنين ما ممكن. لو من جهة وقت جينا إلى ابن 7 سنين ما كان في من سبق أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، تقول ما ممكن. أقول لك إذا وقع بعد فيه احتمال ممكن ما ممكن، وقع بعد وين ممكن ما ممكن، الأمر وقع. تقول ما مستحيل يصير عندنا مطر أسبوع، أقول لك وقع صار. تقول ممكن ما ممكن بعد. قبل زمن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، قبل زمن الإمام الجواد من الأنبياء نبي الله يحيى وآتيناه الحكمة صبية، ونبي الله يحيى كان يتحدث بالحكمة، مو بأي مو يتحدث حديث، يتحدث بالحكمة وهو في صغر. وإذا حدث للأنبياء ما نبغى نقول حدث لمن سبق نبي لمن سبق الإمام الجواد، حدث أقول ممكن بعد يصير في الإمام الجواد، سبقه الأمر بعد ما إلى الإمكان وعدم الإمكان ما إلى موقعية. أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، إذا وقع بعد ما في احتمال أقول ممكن ما ممكن، وقع الأمر صعب. ممكن يتحدثه في المهد كما في قضية مثلا محمد بن ميمون وابن ميمون الذي زار اللي ذكرناه في الشعر الذي زار الإمام بعد أن ودع للبيت الحرام. محمد بن ميمون يقول سلمت عليه في المهد فرد علي بلسان عربي فصيح وعليك السلام يا ابن ميمون. ثم كفيف بن ميمون يقول ناولت كتاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فأخذه نظر إليه قال لي ادنوا مني يا ابن ميمون. يقول فدنوت منه فمر بيده على عيني فأبصرت كل شيء. الشاهد اللي كان مع نبي الله يوسف شنو كان؟ طفل. بعد ما منقول عيسى وهو كلم في المهد قال أني عبد الله، ولا منقول يحيى، نقول الشاهد اللي كان مع نبي الله يوسف هو كان طفل. هذا عادي يتحدث وينطق وإلى آخر، لكن من نجي للإمام الجواد يقول لا شلون الأمر هو هذا. إذا قلنا بأنه ابن سب ما ممكن، لأن ابن سب صار في غيره، من هو أصغر من؟ من هو في الماء؟ من؟ إذا تقول لا من باب الزمان ما يسع الزمان أصلا، الزمان ما يسع. بعض الأعلام وجه قال الزمان جدا سهل. لما يقولوا في مجلس واحد مو شرط هو في مجلس شخصي واحد، مجلس نوعي بمعنى كأيام منى. أيام منى هي أيام، لكن يعبر عن مجلس منى. فحدثنا في مجلس منى وهي أيام في مجالس منى.
حدثنا أيام حدثني في الأربعين، وهي أيام صحيح، هو يمشي وطالع للزيارة وهي أيام كلها الزيارة، وهو يقول حدثني في الأربعين. في الأربعين هو مو شرط مجلس واحد، هي مجالس متعددة. فبعض الأعلام قال هي من باب المجلس النوعي، لعل في أيام منا في أيام الحج امتدت. وهذا يصير يعني اجتماعات مثلا تصير اجتماع على بند واحد اليوم ساعتين، ويوم ثاني ساعتين، يوم ثالث ساعتين، وهو كل على بند واحد يصير له، ويعبر عن اجتماع اجتماعنا اجتماع هو أيام، المفروض يقول اجتماعات. لولا لو أنا غلطان مفترض يقول اجتماعات، وهو يقول لا اجتمعنا اجتماع، وهو أصلا عدد جلسات. يقول لعل هم هذا في الإمام الجواز صلوات الله وسلامه عليه بهذه الكيفية، كانت مجالس إلى منى. لكن أنا هم أقدر هذا كله في غيرها من الوجوه، هذه كلها للتعقل، لكن أنا أقدر ما أرفع يدي عن مسألة الإعجاز، أقول كان في مجلس واحد وهو في هذا العمق 30,000 مسألة، وهذا له نظائر. يعني ممكن في مجلس واحد 30,000 مسألة وهو في هذا العمق، شنو المشكلة في ذلك؟ شنو المشكلة في ذلك؟ قضايا كثيرة، قضية الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شنو اللي جرى في الإسراء والمعراج؟ طلع من مكة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، بتعبير تحليل البعض بتحقيقهم، إلى المسجد الأقصى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وشاف ما شاف، وصلت خلف الملائكة، وخاطب جبرائيل، وشاف النسوة اللي علقت من شعورهن، وإلى آخر كل هذا جرى. وتالي تقول الرواية ولما يبرد فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا لما يبرد فراشه يعني لحظات، كل هذا النبي شافه، كل هذا طلع كل إلى عندنا وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ولو كان من ضمن المعراج مثلا مما انعقدت فيه نطفة الزهراء، بعض الأعلام يقول كانت في الجنة، ناوله سفر جلة فانشقت إلى نصفين، فخرجت منها حوراء كأن أشفار عينيها مقاديم النسور. والرواية الطويلة كل هذا جرى في المعراج. زين، مع أن تقول الرواية ولما يبرد فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كانت لحظات، يعني الزمن طال لرسول الله صلى الله عليه وآله، توقف الزمن لرسول الله صلى الله عليه وآله. شنو المشكلة في ذلك؟ الزمن خاضع لمن؟ ولله، لله سبحانه وتعالى. يقول لك قف قف، انتهى. الله سبحانه وتعالى أخضع هذا الكون كله لمحمد صلوات الله وسلامه عليه وآل محمد. فاللي صار في قضية الإسراء والمعراج مو ممتنع، صار، وهذا اتفاق من المسلمين كلهم يقولوا بهذا، اختلاف أنه عرج بروحه أو بجسده، ولا كلهم يقولوا هذا كله صار ولما يبرد فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، الأمر كذلك في الإمام الجواد، 30,000 مسألة ممكن في مجلس واحد، ممكن كما كان في رسول الله صلى الله عليه وآله. استثني النبي صلى الله عليه وآله، يوشع بن نون، يوشع ممن قاتل الجبارين، ولما وصل إلى في يوم الجمعة اختصارا فأطال الله سبحانه وتعالى له ذلك اليوم. إذا ما ينتهي يوم السبت عطلوا حتى عن الحرب، عن كل شيء، أيام تحريم. زين، إذا يقاتل مخالف للشريعة، وإذا ما يقاتل، إذا ينتهي يوم الجمعة وهو ما قاتل، ذولا عزائم الجيش تنتهي. فدعا ربه أن يطيل له، هذا وصي من أوصياء موسى بعد هارون مات في زمن موسى، وهذا صار يوشع بن نون من أوصياء موسى. أطال الله سبحانه، رفع يديه، فحبست الرواية تقول فحبست له الشمس، حبست وقفت إلى أن انتهى، إلى أن انتهى من الحرب، ثم تالي سر الزمن. وهذا جرى، وهذا الروايات تتحدث عن روايات المسلمين عامة تتحدث عن هذا. حلو بارد لما نجي للإمام جاء صلوات الله وسلامه عليه، لا شلون صار 30,000 مسألة ذا غلو، وين الغلو فيه؟
وين الغلو في ذلك؟ صار لي شعب النون، صار لي رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو المشكل في ذلك؟ بعده وأنا أتعمد أكثر الأمثلة حتى يرتسخ الأمر، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه دخل على النبي سره ثم خرج، ايش قال؟ قال علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. الله سره وخرج، مو سنوات، سره وخرج. من قالوا له ايش قال لك النبي؟ قال علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب. الزمان يتسع، مستحيل اذا منجل الامر العادي، مستحيل ما يسع الزمان. مو 30,000 علم يعني كل علم، شوف ايش قد من مسائل من تحته. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. وهذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين، كل هذا جرى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وجرى ليوشع بن نون، وجرى لرسول الله صلى الله عليه وآله. فشنو الضير في الإمام الجواد صلوات الله وسلامه؟ توجيهات في محلها، هذا للتعقل. لكن أنا أقدر هم ما أرفع يدي عن الإعجاز، أقول لا، في مجلس واحد هذا كله صار في مجلس واحد، وعمره 7 سنين، وأجاب عن 30,000 نسمة. وطبعاً من ضمن توجيهات أنه أعطى قواعد كلية، أعطى قواعد كلية. مثلاً النبي صلى الله عليه وآله قال لا ضر إذا نعسكم سو صلوات على محمد وآل محمد. فالنبي أعطى قواعد كلية، أعطى قواعد كلية، لا ضرر ولا ضرار. جملة شدت كلمة فيها 4 كلمات، لا حروف، هي كلمة لا ضرر ولا ضرار بس. هذه بعض الأعلام يقول أنا استفدت 1000 أنيف حكم من هذه الكلمة، من هذه الجملة، لا ضرر ولا ضرر. فيه تبيان لكل شيء، أو تبيانا لكل شيء. القرآن يتحمل، يعني كتاب يتحمل تبيان لكل شيء. معقولة كتاب عادي ممكن أن يتحمل؟ لا، هذا أعطى الأسس، أعطى أسس الاستنباط، أعطى أسس كل شيء، بحيث من بعده كل شيء أقدر أنا أستنبط من القرآن. لعل هذا من الوجوه، هذا من الوجوه، لعل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أعطى قواعد كلية، ومن هذه القواعد كلية فرعت منها الأحكام، عدوا تلك المسائل، كانوا 30,000 مسألة. لكن هذا هم بعيد، لأن الرواية تقول فسألوه، يعني سوء كانت أسئلة، فسألوه عن 30,000، كان من عندهم 30,000 سؤال. وهذا ما ممكن التعقل به في سيرة المولى الجواد صلوات الله وسلامه عليه. فهو فرع تلك الشجرة الطاهرة، هو فرع من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما ثبت لعلي، ما ثبت لرسول الله يثبت لهم، يتوارثونه كابر عن كابر. اللهم ثبتنا على ولايتهم، والبراء من أعدائهم في الدنيا والآخرة. وابن عباس بما شاهده وابن عباس بما شاهده معجزا للناس أكده، قال إن الضيق قد أجهده، فاشتكى الحال لمولانا الجواد حينها حقق مولاي الطلب، قبض الترب إذ الترب ذب في يديه، لا تقل هذا عجب، إنه من فاي مولانا الجواد. وابو الصلت الذي حدثنا أنه بعد الرضا قد سجن،
سنة كاملة ذاق العناء ما نجا إلا بمولانا جواد ساعة الفجر له قد حضر حجة الله على كل الورى وأبو الصلت غدا مستبشرا مذ رأى أنوار مولانا الجواد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الذر الفاخر والبحر الزاخر الرسول المسدد المنصور المؤيد طب النفوس ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وهدايتها حبيب إله العالمين بالقاسم وآله وسلم ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزين الوجود بنور المولود أعني نور سيدي ومولاي الإمام ابن الإمام أبا الأئمة سليل رسول الله وآله وسلم حملت به أم الطاهرة المطار شبيك والتي سماها والتي تعرف بالخيزران حملا خفيفا مباركا طيبا طاهرة وكانت طيلة حملها به لم تشعر بألم ولا وجعا بل كانت تحس بخفة واتساع في جنبيها وكأني بها تأتف بها الهواتف وتقول أفلح محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هذا ويتأتف بالهواتف حملتي بخير وتصيرين إلى خير خذوه وغيبوا عن أعين الناظرين وبينما هي تترقب الولادة وهي لا تحس بألم ولا وجع وإذا بها قد وضعت بالإمام صلي وسلم عليه فهنيئا لكم يا مؤمنون ساعة الميلاد إذ تحتفلون وكفاكم شرفا تستمعون للذي يمدح مولانا الجواد قد رفضنا ما رضيتم ورضيتم ما رفضنا
فخذوا الصحب إليكم ودعوا الآل إلينا أفضل الصلاة.